فضيلة الشيخ وفقكم الله، الخنجر المطلية بالذهب هل يجوز استعمالها؟ نعم، السلاح يجوز أنه يحلى بالذهب لأنه يسير، مقبض السيف وحلية المنطقة، الحزام اللي في الوسط، إزركش من الفضة، لا بأس بذلك. الخنجر إزركش ما في بأس، هذا السلاح خاص. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.